ما أثرى المعلومات نجنيها من حلقات بليبي. مرحبا، هاي هذا أنا بليبي. انظروا أين أنا، أمام قاعة اللعب في مركز مدينة تاكوما للتسوق في واشنطن. لندخل. واو، مرحبا. أهلا بليبي. هيا تعالوا. أولا علينا خلع الحذاء. الفردة الأولى والفردة الثانية. إلى اللقاء. رائع، شاهدوا هذا. واو، لقد كانت لعبة الدوران ممتعة. هاي هذا بيان. ألست ماهراً؟ بلى. واو، ولكن ما هذا الشيء الدائري؟ ربما نجلس هكذا وتدور فنقلب رأساً على عقب. واو، تقلبت بهذه اللعبة مرة واحدة. انظروا زحلوقة. حسناً، هيا بنا. أخيراً وليس آخراً سألعب بلعبة الدوران. أحب لعبة الدوران. أشعر بدوار شديد. شاهدوا هذا، الآن أنا أقذف الكرات من لعبة المدفع هذه. واو، إلى الجهة الأخرى وأتحقق إن كنت سأصيب الهدف. هذه اللعبة مذهلة، وإن لم أصب أي هدف ولكنني كنت على وشك ذلك. لحظة، على ذكر الهدف، انظروا هناك في الأعلى. رائع، أترون ألوان لوحة الهدف؟ لاحظوا بالتسلسل من الخارج، أولاً أحمر، فأصفر، فأخضر، فأرجواني، فأزرق، فأحمر ثانية. أصدقائي، أتعلمون ماذا تسمى هذه النقطة الحمراء؟ إنها تسمى مركز الهدف. واي. رائع، شاهدوا كل هذه الكرات. واو. حسناً، لدي فكرة، سنضعها هنا، بعدها نطلقها. كان ذلك رائعاً، فالهواء يدفع هذه الكرات هكذا من الأسفل إلى الأعلى. حسناً، فكرة ثانية، كم كرة يمكنني أن أحمل؟ واو، أوقعت واحدة، لا بأس، لنحسب العدد النهائي. أوقعت اثنتين من الكرات، لذا سنعد من اثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثماني كرات. واو، رائع، لقد استطعت حمل كرات كثيرة. حسناً، لنحذر ما ألوانها. لنبدأ، هي حمراء وأرجوانية وبرتقالية. واو، تعلمون ما يمكنني أن أفعل بها؟ الآن سأبدأ. واو، رائع. واو،
مرحباً، شاهدوا هذا، أحاول التوازن على هذه الأشكال الدائرية. واو، مهلاً لحظة، ما هذا الشيء؟ كرة بنتوءات. واو. حسناً، الآن انظروا، سأدورها بسرعة. واو. ثانية، ولكن بالعكس. واو. إذن شاهدوا، سأدورها ببطء. مستعدون؟ حركتها جميلة، هيا بنا. أصدقائي تعالوا، أترون ماذا أفعل؟ إنني أحاول التوازن على هذا الصبار. واو، انظروا إلي. لا أكاد أستطيع المرور من هنا. أخيراً، إذن أترون هاتين؟ إنهما أسطوانتان. أنا قادم. نجح. والآن هيا بنا لنكمل. واو، شاهدوا هذا، إنها أرجوحة. وي وي. التأرجح ممتع جداً ويشعر بالاسترخاء. هل ركبتم الأرجوحة من قبل؟ نعم، في الحديقة العامة، في ساحة الألعاب. إنها ممتعة حقاً. إنني أتأرجح بإمالة جسدي إلى الأمام، وأكرر ذلك، إلى الأمام، إلى الأمام، وبعدها أمام، خلف، الأمام، الخلف، الأمام، الخلف، أمام. هذا ممتع. حسناً، لنكمل في هذه الجهة. الآن سأحاول القفز فوق هذه الأسطوانة الدوارة. لكن أولاً، ما اسم هذين اللونين؟ صحيح، هما أزرق وأصفر. جيد، هيا بنا. هذا مضحك. واو، أصدقائي انظروا إلي. أنا أحاول التوازن، لاحظوا ألوانها. واو واو. حسناً، ألا تشبه قرص الأهداف؟ صحيح، نعم. إذن ما أسماء هذه الألوان؟ لوناي المفضلان بين هذه الألوان. حسناً، لنبدأ من الخارج ثم إلى الداخل. أولاً، هذا اللون هو برتقالي. أجل، أحسنتم، ما اسم هذا اللون؟ نعم، أصفر. وما لون هذه الدائرة؟ إنه اللون الأزرق. هذان لوناي المفضلان، الأزرق والبرتقالي. أوه أوه. هيا. أحاول التوازن. واو. هذا الجسر لونه برتقالي وأزرق، إنه جميل جداً. رائع، مزيد من ألعاب التحدي. أنا أحب ألعاب التحدي. هيا لننطلق. أنا أدور. هيا بنا. واو. الآن دعونا نعد معاً عدد الدورات التي سأدورها. مستعدون؟ هيا بنا. واحدة، اثنتان، ثلاث. أجل. واو، أنا أشعر بالدوار. واو. حسناً، والآن لقد حان وقت التوازن. أرأيتم كيف تدور؟ لهذا يصعب الوقوف عليها بثبات، ولكن سأحاول. أصدقائي أنا قادم. أحمر، أخضر، رمادي. رائع، انظروا معي. هذه نفاخة صفراء، وأخرى هي بيضاء بل رمادية.
وي حسناً، هيا تعالوا. هاي شاهدوا هذه، سندورها إلى جهة اليمين هكذا كما يدور عقرب الساعة، وهي تسمى التناظرية مع اتجاه عقارب الساعة. إذن أرأيتم؟ واو شاهدوا، واو نحركها إلى الجهة المعاكسة. نعم نحن ندورها إلى جهة اليسار، لاحظوا اليسار، إنه اليسار وتسمى عكس اتجاه عقارب الساعة. واو لنكمل، واو أمسكوها، واو مرة ثانية، يكفي تعالوا. والآن لنسمي الألوان، أحمر، رمادي، أخضر. مهلاً لحظة، لقد قلت أخضر لكنه ليس أخضر، إذن ما هذا اللون؟ صحيح هذا اللون برتقالي، والأخضر ها هو ذا. أنا مضحك حقاً، هذا هو اللون الأخضر، لنبدأ ثانية، هيا برتقالي، أخضر، أحمر، رمادي. أحسنتم، واو رائع. واو هذه تشبه شبكة عنكبوت. أنا حشرة عالقة بشبكة عنكبوت. هذا مضحك. هاي هذا رائع. واو انظروا، نعم ما هذه؟ واو إنها زحلوقة. أجل أحب الزحلوقة لأننا نكون في الأعلى ثم تسحبنا الجاذبية إلى الأسفل، وبحسب مدى انحدارها تحدد سرعة انطلاقها وأسباب أخرى كالاحتكاك وسرعة الرياح وقوة الجذب وهذه الأمور. أياً كان ما يهمني أن أتزحلق بسرعة كبيرة. هيا بنا، 3 2 1. رائع هذا ممتع. أصدقائي أنا أحب كثيراً أن أتزحلق بسرعة، أيضاً أحب التعلم جداً. أنا أستمتع بلعبة القفز هذه. شاهدوني سأقفز قفزة مرتفعة. واو 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 واو. والآن سأقفز قفزة منخفضة. واو وقتاً ممتعاً باللعب وبالتعلم أيضاً. واو أجل هل استمتعتم؟ جيد وأنا أيضاً، ولكن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي، أيمكنكم تهجئته؟ B-L-I-P-P-I بليبي. أحسنتم، حسناً أراكم بخير، إلى اللقاء. ما
مرحبا، هذا انا بليبي ونحن في معمل شوكولات في ليفنورث في واشنطن. واليوم لاننا تناولنا الخضر جيدا نستطيع صنع الشوكولا بالكراميل. متحمس جدا، هيا بنا. مرحبا، ما اسمك؟ اهلا بليبي، اسمي اندرو. اهلا في شوكولات، سعدت بلقائك. لكن ما الذي هنا؟ كرة شوكولا متنوعة وسكاكر صنعت يدويا في هذا المعمل. واو، تبدو لذيذة جدا، شاهدوها. أرغب في تناولها كلها. إذا ما رأيك في أن تصنع الشوكولا اليوم؟ موافق، هيا بنا. هيا. واو، تبدو هذه الحلوى كلها لذيذة جدا. هاي، هل لاحظتم أن لكل نوع منها شكلا مختلفا؟ نعم، لنراها معا. واو، أترون هذا؟ إذا ما شكلها؟ حسنا، انظروا من كثب. نعم، إنها على شكل مربع. أجل، الرائع أن حشوة كل نوع من قطع الشوكولا تختلف عن حشوة القطع الأخرى. شاهدوا شكلها الملتف. واو، إذن ما هذا الشكل؟ نعم، هذه دائرة. أحسنتم، عمل جيد. واو، هذا الشكل رائع. جميل جدا، ما شكل هذا؟ نعم، شكلها قلب. انظروا إلى شكل هذه القطع. واو، نعم، شكلها ليس عادياً، هذه شكلها مميز. أجل، ولكل منها، نعم، ولكل واحدة شكل يميزها من غيرها. إنها شكل ورقة شجر. أجل، لكل ورقة خطوط مختلفة وبنية مختلفة، فكل ورقة شجر يختلف شكلها عن الأخرى. واو، شاهدوا هذه، على قطع الشوكولا هذه قطع ذهبية صغيرة. واو، رائعة. إذن ما اسم هذا الشكل؟ نعم، ورقة شجر. واثق بأنها من نوع شجر مختلف. إذن تبدو كلها لذيذة، ولكن لن أستطيع أكلها، لا يزال لدي عمل كثير. هيا. واو، شاهدوا هذا، نحن الآن في المطبخ. نعم، أنا متحمس كثيرا لصنع الشوكولا. حسنا، أول شيء علي فعله هو ارتداء هذا المئزاز. أجل، نرتديه لنحرص على ملابسنا ألا تتسخ بمواد الشوكولا الدبقة. كيف أبدو؟ نعم، أبدو مستعداً. واو، لم أستعد بعد، لأنه علي غسل يدي أولاً. حسناً، من المهم أن نغسل أيدينا قبل أن نبدأ بإعداد أي وجبة طعام أو حتى الحلوى. نعم، ممتاز، نفركهما بالصابون وننظف تحت الأظافر. حسناً، والآن سأغسلهما بالماء من الصابون. نعم، صارتا نظيفتين. جيد، انتهيت، هيا بنا. حسناً، انظروا، أحد ما هنا، من أنت؟ أهلاً، أنا كاريسا. سعدت بلقائك، ما الذي تفعلينه هنا؟ سأصنع مادة الكراميل لليوم. الكراميل، أنا أحب الكراميل، هل تناولتم الكراميل من قبل؟ نعم، إنه لذيذ، هلا أريتنا؟ بكل سرور، هيا لنبدأ بصنعه. هذا الكراميل لذيذا جدا.
إذن يبرد الكراميل في وعاء الكراميل، وبعدها يقطع على شكل مربع أو شكل مستطيل، ونحصل على هذا الشكل. ما سنفعله أولاً هو ارتداء هذه القفازات. هذا الأول، وهذا الثاني، قفازان أزرقان. والآن سنستعمل هذه القطاعة الوترية. سنضع علامة على الكراميل، نضعها فوقه هكذا بهذه الطريقة، ونضغط قليلاً، ومن هنا أيضاً. ما أحاول فعله الآن هو حفر علامات فوقه. نعم، هكذا. لا أعلم بعد قليل كيف سأقطع الكراميل. حسناً، ما رأيكم فيه؟ ألا يبدو جيداً؟ حسناً، لندره هكذا. وثانيةً سنضع القطاعة. مذهل، نعم، ممتاز، انظروا. واو، أترون كل هذه المربعات الصغيرة؟ مقدار كبير من الكراميل. والآن سننتقل إلى الجزء الأفضل، سنضع الشوكولا فوقها. واو، أنا أحب الشوكولا وأيضاً أحب الكراميل، لذا ما سنفعله الآن هو غمس قطع الكراميل في سائل الشوكولا جيداً، وبعدها نرش بعض الملح البحري فوقها. يام! حسناً، سأضع هذا هنا وأخذ شوكة وقطعة من الكراميل. أولاً سنغمس الشوكة في الشوكولا هكذا. نعم، لدينا بعض الشوكولا على الشوكة. لنضع الكراميل، نغمسها ثم ننقرها بخفة هكذا. واو، شكلها رائع جدا. حسنا، قليلا ايضا. لا نريد ان نضع عليها شوكولا كثيرة، فعندها لن تكون جميلة. الان لنضعها بهذا الوضع. ليست ممتازة، ولكنها محاولتي الاولى. وبعد ذلك سنرش بعض الملح فوقها هكذا. نعم، رائع. هيا لنجرب ثانية، فالأمر ممتع. أنا متشوق إلى تذوقها فيما بعد. واو، ما رأيكم فيها؟ أنا أظن أنها ستكون لذيذة. حسناً بليبي، ضع عليها ما تحب من الزينة. حسناً، متحمس جداً. إذن كاريسا صنعت لي قوالب من الشوكولا، إنها من نوع الشوكولا الداكنة وتبدو لذيذة جداً. والآن سنستعمل هذه الإضافات لنزين بها الشوكولا ونحشوها أيضاً، ثم نبردها وبعدها نأكلها. حسناً، سنضع أولاً زينة صحية، اتفقنا؟ لذا لنأخذ الآن بعضاً من حبات اللوز هذه. ولدينا أيضاً بعض الكرز المجفف. هذا ممتع. هذا يشبه الزينة، لكنها زينة طعام. ما رأيكم في اختياري الفستق الحلبي؟ نعم، الفستق الحلبي من أنواع المكسرات. إذن يبدو لوح الشوكولا لذيذاً، فضلاً عن أنه صحي. فيه مكسرات وفيه كرز مجفف. حسناً، والآن ما رأيكم أن نزين واحداً آخر؟ نعم، أظن أننا سنضع حلوى الخطمي. أنا أحب حلوى الخطمي. حسناً، وسنختار رقائق زبدة الفول السوداني ثم نضعها هكذا.
يمي، سيكون هذا لذيذاً. حسناً، والآن سأضع بعض قطعي البسكوت المملح. واو، هذا ممتع جداً. حسناً، لقد انتهيت. واحدة بعد، ممتاز. وبعدها سنضع بعضاً من شرائح الموز المجفف هذا. هل تناولتم الموز من قبل؟ نعم، الموز نوع من أنواع الفاكهة. وهنا، هذا لذيذ، وشرائح الموز لذيذة أيضاً. شكل هذا اللوح جميل. حسناً، والآن اللوح الأخير، لنزين لوح الشوكولا الأخير لدينا بوضع بعض قطع السكر الملونة. حسناً، هيا بنا. انتهينا، والآن علينا وضعه داخل الثلاجة كي يبرد. ها قد وضعته. رائع. واو، لقد استمتعت كثيراً بتزيين ألواح الشوكولا بصحبتكم. إذن علينا أن ننتظر بعض الوقت كي تبرد الشوكولا. أوه. ماذا سنفعل؟ حسناً، صار الوقت كافياً. هيا لنخرج ألواح الشوكولا. واو، انظروا إليها. واو، الآن لنخرجها من القالب. حسناً، إذن هيا بنا. واو، شاهدوا، إنها ممتازة. حسناً، هذا اللوح الأول. واو، يبدو لذيذاً جداً. وهذا اللوح الثاني. واو، رائع. واو، هذا أوه لا، لقد انكسر. لكن لا بأس، فهذا لن يؤثر في مذاقه اللذيذ. متشوق جدا إلى تناولها. رائع. واو، انظروا معي. نعم، أنجزنا عملاً جيداً. شاهدوا هذه الغرفة، انظروا، ثمة كثير من العلب هنا، وبعض الشرائط، وملصقات جميلة أيضاً. واو، أو مرحباً، انظروا من هنا. مرحباً، من أنتما؟ أنا تالي. وأنا مولي. أوه، سعدت بلقائكما. ماذا تفعلان؟ نضع الشوكولا في العلب. أي يمكنني رؤيتها؟ تفضل. ترون كيف تضعان قطع الشوكولا داخل العلبة؟ والآن تضعان الغطاء، شاهدهما. أترون ما تفعلانه الآن؟ نعم، بعد ملئهما العلبة وإغلاقها، تلفانها بالشرائط لفاً جميلاً لتبدو العلبة جميلة. واو، كان عملهما رائعاً في تغليف قطع الشوكولا هذه. أعجبتكم؟ نعم، إنها لذيذة. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن إن أردتم مشاهدة مزيد، فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أي يمكنكم تهجئته معي؟ بليبي. أحسنتم عملاً. حسناً، الآن لقد حان وقت تناول الشوكولا. اليوم سنعيش مع مغامرة الحديقة الرائعة، وسنحظى بمرح كثير، ففي طريقنا سنبحث عن قطع لأحجية مميزة، وستساعدنا على تعلم بعض الأمور التي يمكننا فعلها من أجل الحفاظ على سلامة كوكبنا. هيا لنذهب. مرحباً، هذا أنا، ليبي. واو، انظروا أين أنا.
أجل، أنا في منتزه بريست بوينت في أولمبيا في واشنطن. واو، شاهدوا هذا المكان، رائع، على هذه الشجرة العملاقة طحالب. واو، انظروا، بعض الشجيرات، إنها تسمى نبتة السرخس. رائع، في حلقة اليوم سنتعلم معا طريقة جعل كوكبنا سعيدا وسليما. واو، إنها تمطر. أنا أحب المطر. واو، هل رقصتم تحت المطر من قبل؟ هذا ممتع. على كوكبنا مناخات مختلفة، والآن أنا في غابة مطيرة. واو، هذا رائع حقاً. أوه، إنها تمطر بغزارة. وهذا يجعلني سعيداً. مدهش، أستمتع بالتجول في الطبيعة. واو، فهي من أروع الأماكن على الأرض. رائع، شاهدوا هذه الشجرة الضخمة. واو، ملمس جذعها رائع جداً على يدي، فهو خشن جداً. واو، هذا إحساس جميل. واو، أحب النباتات والأشجار والشجيرات والأزهار كلها، فالنباتات مهمة لأنها تزودنا بالأكسجين وأيضاً بأشياء أخرى مثل الخضر والفواكه. لحظة، لكن ليس علينا الاستمتاع بها وحسب، بل علينا أن نرد الجميل إليها. أجل، أفكرتم يوماً في زرع نبتة؟ نعم، إنه عمل ممتع جداً، حفر الأرض وزرع النبتة ونموها. واو، ما هذا؟ هل ترون ما أرى؟ انظروا، هذه قطعة من الأحجية. واو، شاهدوها، أنا أحب الأحاجي. أتساءل، هل نجد مزيداً من هذه القطع في الجوار؟ هل تساعدونني؟ هذه أول قطعة من أحجيتنا في مغامرة الحديقة البديعة، وأولاً علينا تعلم الحفاظ على سلامة كوكبنا. الخطوة الأولى تنظيف البيئة، وهو يساعدنا على التخلص من التلوث. التلوث، وهذا يعني عندما نلوث الهواء والماء. إذن بالنظافة نتخلص من التلوث، وهذا مفيد لكوكبنا. رائع، فريق عمل بليبي هنا من أجل حملة التنظيف. أنا أشعر بالحماسة لأرى هذا المكان جيداً ونظيفاً جداً، وهذا مهم جداً لكوكبنا، أي أن يكون كوكبنا نظيفاً. حسناً، الخطوة الأولى ارتداء القفازات، وهذا القفاز الأول، وسألبس الآن القفاز الثاني. هاي، ما لونهما؟ أجل، لونهما أزرق. حسناً، لنبحث معاً عن القمامة. لنتابع، هناك كثير من أوراق الشجر والعشب والتربة، وهذا أمر جيد. حسناً، أترون شيئاً؟ لا أرى قمامة، أرأيتموها؟ أوه، أهي خلفي؟ أحسنتم، لقد عثرنا على قمامة. إذن عندما لا ترمى القمامة في المكان المخصص لها، يكون نشراً للأوساخ، ونشر الأوساخ سيء، وهذا يجعلني غاضباً جداً. لكن نحن هنا للمساعدة. حسناً، أولاً نلتقط القمامة ونضعها هنا. لكن أتعلمون ما هذه؟ أجل، إنها ورقة، والورق نستطيع إعادة صنعه. وهذا يعني إعادة استعمالها فيما بعد. لنبحث إن كان هناك مزيد. أوه، أترون مزيداً؟ أوه، هذه هنا. واو، أحسنتم البحث. لا يجوز أن تكون القمامة هنا. لكن كما قلت، نحن هنا للمساعدة. حسناً، لنرى ما هذه؟ أهي آلة موسيقية؟ أوه.
نعم، آلة موسيقية. أيضاً هذه من الأوساخ. لحظة، يمكنكم إعادة استعمالها ويسمى إعادة صنع. وهذه العلبة قد تستعمل فيما بعد. أحسنتم. أتبحثون؟ أو هناك؟ أو أجل، لقد عثرنا على قطعة أخرى. رائع، أحسنتم عملاً. إن ما نفعله اليوم معاً عمل عظيم. واو، هذه قارورة بلاستيكية. ترى ماذا كان في داخلها؟ من يدري؟ لنكمل عملنا، سنعيد صنعها. عثرنا على قارورة أخرى. أجل، عثرنا على أشياء كثيرة يمكننا إعادة صنعها واستعمالها. وهذه، قارورة زجاجية. أجل، فالزجاج قابل لإعادة الصنع، لذا لنضعها هنا. سنستعملها فيما بعد. أحسنتم، قطعة أخرى. إذن أتعلمون ما هذه؟ إنها قارورة بلاستيكية تصدر صوتاً. وهذه القارورة البلاستيكية يعاد صنعها. هيا بنا. أوه، هل سمعتم ذلك؟ انظروا، لقد دست على هذه العلبة المعدنية، والمعدن يعاد صنعه. إذا لنضعها هنا لنعيد الصنع. تعالوا. رائع، شاهدوا هذا. واو، أربع حاويات لنضع الأوساخ التي عثرنا عليها. أجل، ليعاد صنعها فيما بعد. كتب عليها بالإنجليزية. أولاً كلمة can، C-A-N، معدن. وكتب هنا كلمة plastic، P-L-A-S-T-I-C، plastic. glass، G-L-A-S-S، زجاج. وأخيراً يا أصدقاء، paper، P-A-P-E-R، ورق. حسناً، الآن سنأخذ كل الأشياء التي عثرنا عليها ونفرزها ليعاد صنعها فيما بعد. إذن هيا ننظر. أول عنصر عثرنا عليه، هو أجل، أتذكرون ما هذا؟ والآن في أي حاوية سنضع الورقة؟ المعدن؟ لا. البلاستيك؟ لا. الزجاج؟ لا، هنا. فهذه من الورق. أجل، وضعناها. إذن ماذا لدينا هنا أيضاً؟ لنغمض العينين. أوه، أجل، قارورة الماء البلاستيكية. حسناً، أي حاوية هي للبلاستيك؟ لنبحث. هذه البلاستيك. لنكمل، هيا بنا لنغمض العينين. واو، أتذكرونها؟ هذه الآلة الموسيقية. حسناً، كفانا لعباً، علينا تنظيف كوكبنا. إذن ما نوع هذه؟ أهي معدن؟ أم بلاستيك؟ أو زجاج؟ أو ورق؟
أجل، إنها معدن. بقي بضعة أشياء. واو، شاهدوا هذه، إنها قارورة شفافة وصلبة جداً. رائع، سأقوم بكسرها، ولكنها جميلة. أجل، هذا زجاج. حسناً، هيا لنضعها. أجل، أنهينا الخطوة الأولى في مغامرة الحديقة البديعة. أحسننا في جمع القمامة وإعادة صنعها. تذكروا، إعادة الصنع تكون في الورق والبلاستيك والزجاج والمعدن وتحويلها إلى شيء آخر عوضاً عن رميها، وهي جيدة لجعل العالم مكاناً أفضل. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ مذهل! شاهدوا ما عثرنا عليه، قطعة أخرى من الأحجية. واو، أحسنتم عملاً، نحن نبلي بلاءً حسناً. لحظة، ما الرسم؟ أجل، هذه سيارة كهربائية. قطعة أخرى من أحجية مغامرة الحديقة البديعة. الخطوة الثانية لنكتشف السيارة الكهربائية. إنها رائعة، تعمل بالطاقة الكهربائية عوضاً عن الوقود، وهذا مفيد لكوكبنا الأرض. قبل أن نكتشفها، لنتعلم قليلاً عن احترام كوكبنا الأرض لأنه موطننا. نبت وخضار، أحلى الأزهار، ما أحلى ألوان هذه الأشجار. الأرض الخضراء رمز العطاء، هي لي ولكم وللنفس شفاء. نبع للخير، هي دفء الأوطان، فلنحميها كي نبقى في أمان. هيا نحمي الأشجار كي تعطينا الهواء، حيواناك فلتحفظ بعطف واعتناء. واحموا النبات، واحموا كل الغابات، إن حميتم الماء تحموا أصل الحياة. هيا قم معي نحو الإصلاح، الأرض سنحمي يا صاح. رائع، إنه يوم جميل جدا للتجوال. واو، انظروا معي، أتعلمون ما هذه؟ لونها أحمر وأبيض وتسمى مركبة. كسيارة صغيرة أو شاحنة. اليوم سنقابل معا شخصا رائعا، ديف الذي يقف هناك، وهو مذهل، عمل عملا مدهشا، حول المركبة التي تعمل بالوقود إلى مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية. متحمس للقاء ديف ومشاهدة مركبته من كثب، هيا بنا. رائع، شاهدوا هذا، كتب على هذا الشعار الحرفان E و V. أجل، فالحرفان E و V اختصار بالإنجليزية لمركبة كهربائية. وهذا مكبر صوت، إنه لصوت البوق. هذا رائع. واو، إنها مركبة رائعة. مرحبا. واو، جميلة من الداخل أيضا. أوه، مرحباً ديف، كيف حالك؟ أهلاً بليبي، أنا بخير. أوه، جيد، شكراً على سماحك لنا برؤية مركبتك. ما هذا؟ المدخرة، إنها تتألف من 48 مدخرة موصولة بالقضبان النحاسية. واو، أقلت هي 48 مدخرة موصولة معاً؟ كلها ضمن مدخرة واحدة فقط. رائع، إذن هل أطلقت اسماً على هذه المركبة؟ أجل، أو سباركي. أو سباركي، لحظة، أجل، هذا الاسم يعني الشرارة. أو سباركي، أو S P A R K Y. أوهو، أو سباركي، اخترته لعملها بالطاقة الكهربائية؟ أجل. اسمها جميل. إذن إن كانت هذه المدخرة، فأين المحرك؟ في مقدمة المركبة، أتريد رؤيته؟ نعم. حسناً. مذهل، شاهدوه، هذا محرك المركبة أوسباركي. أيمكنك إخبارنا ما هذا؟ هذا محرك كبير للمركبة، وهذا الشيء هنا، وظيفته نقل الطاقة من داخل المدخرة إلى المحرك.
وهذه القطعة تخبرنا بمقدار الطاقة التي يحتاج إليها المحرك. ما أروع! هذا أمر مدهش حقاً. من فضلك، أيمكنني قيادة أوس بارك اليوم؟ يمكنك. رائع! واو! شاهدوا هذا! إذن هذا سلك الشاحن الذي يشحن أوس باركي. حسناً، لنفتح الغطاء. أجل، أتذكرون أن مركبات الوقود لها منطقة صغيرة لملئها بالوقود؟ هذه مختلفة لأن لها مكاناً للكبل. رائع! وبهذه الطريقة تشحن المدخرة بالطاقة. أولاً نضعه هكذا، هذا جيد، ثم نتركه مستقراً. في هذه الأثناء لنتفقد المركبة. واو! انظروا إلى هذا، جميل، ألسنة لهب. رائع، إنها ملونة باللون الأحمر. نعم، كهذا اللون. لحظة، ما اسم هذا اللون؟ أبيض. واو، انظروا إلى الأسفل، هناك عجلة وإطار. ما لون هذا المطاطي فوق العجلة؟ أجل، إن لونه أسود والعجلة بيضاء وداخلها بزالات حمراء. واو، انظروا، هنا مرآة صغيرة. مرحباً، هاي. رائع. واو، كما شاهدنا قبل قليل فهنا مكان مدخرات أوس باركي الكثيرة. واو، وهذا مصنوع من الخشب. واو. حسناً، أظن أنه حان وقت دخولها واكتشاف داخلها. هيا لنتفقد هذه المركبة الحمراء المدهشة من الداخل. حسناً، ما سنفعله أولاً وذلك لأجل الحماية أن نضع حزام الأمان هذا. ها قد وضعته، لنشده. ممتاز، والآن شاهدوا هذه، إنها تسمى عجلة القيادة، وفي منتصف العجلة مكان البوق. اسمعوا. هذا مضحك. أيضاً وفي الأسفل لدينا الدواسات، هذه الأولى تسمى دواسة الوقود، وهذه تسمى المكابح، وعلى اليسار المقبض، لكن في هذه المركبة لا نستعملها. لنكمل، وهنا هذا يسمى مكبح اليد. حسناً، هيا لننزله. واو، أترون كيف نتحرك؟ حسناً، سأضع قدمي على الدواسة، لأنني عندما أحرر هذا المكبح ولا أضع قدمي على المكبح ستبدأ المركبة بالتحرك. حسناً، هذا للتقدم إلى الأمام، وهذا للرجوع إلى الخلف. واو، هذا رائع حقاً، وتماماً مثل المركبة العادية. لدينا مفتاح التشغيل في الأسفل. واو، وهذا لتغيير السرعة، هناك سرعتان فقط في هذه المركبة. رائع، إن هذه المركبة مذهلة جداً. أنهينا الخطوة الثانية من مغامرة الحديقة البديعة. المركبة الكهربائية صديقة للبيئة وتساعد على الحد من التلوث. أصدقائي، استمتعنا كثيراً. أوه، لكن ما هذا؟ إنها قطعة من الأحجية. رائع، وقطعة الأحجية هذه رسم عليها بذور. واو، أحسنتم عملاً. لنضيفها إلى أحجية الحديقة العظيمة. الخطوة الثالثة في المغامرة، التعلم عن البذور والنباتات. هل تعلمون أصدقائي أن النباتات تنمو من بذور صغيرة جداً؟
نعم، فتنمو لتصير نباتات كبيرة وتساعد على إنتاج الأكسجين. فالنباتات مهمة لسلامة كوكبنا، لنشاهد بعضها. شاهدوا هذا، أنا في منبت Urban Earth Nursery في سياتل في واشنطن. إن هذا المكان مذهل جداً وفيه كثير من النباتات، والنباتات مهمة لكوكبنا الأرض. واو، انظروا. واو، إن هذا أصيص فخاري. واو، إن حجمه كبير. إذن يمكنكم زرع النباتات داخله. مرحباً. حسناً، لنعده إلى مكانه. تعالوا. رائع، أحب كل هذه النباتات، فهي متنوعة الألوان. لحظة، ما لون هذه النبتة؟ نعم، لونها أخضر. هاي، شاهدوا هذه. هذه تسمى زهرة. أتعلمون ما لون هذه الزهرة؟ أجل، يبدو أنه وردي أو أرجواني، لنسميه وردياً أبيض. إنها جميلة. واو، أوه، انظروا إلى كل هذه. أحب النباتات لأنها تمنح كوكبنا كثيراً من الأكسجين، وهذا رائع. واو، انظروا، هذه نباتات صالحة للأكل، نستطيع تناولها. هناك كثير من الأعشاب. ما هذا؟ شاهدوه، إنه مقدونس. لا شك أنكم أضفتموه إلى بعض أطباقكم من قبل. وهذه اسمها كزبرة. واو، يبدو أن حيواناً صغيراً أكل أمس منها. أوه، انظروا إلى هذا، إنه نبات النعناع. واو، واو، رائحته منعشة. هاي، واو، لدينا هنا نباتات متسلقة. هذه النباتات يكون نموها إلى الأعلى وتلتف هكذا وتلتصق بالأشياء. واو، انظروا إليها. أترون أن هذه النبتة طويلة جداً؟ لأنها عندما بدأت تكبر وتنمو لفت نفسها على العود. هذا رائع. هي نبتة ذكية. لدينا هنا بعض نبات السركوك. نبات السركوك، وهي النبتة المفضلة لدى طائر الطنان، فطيور الطنان تحب تناول هذه النبتة. أجل، واو، أقصد رحيقها. أتعلمون أن هذه الطيور ترفرف أجنحتها بسرعة كبيرة؟ أوه، انظروا، هناك أحد ما. مرحباً. أهلاً. من أنت؟ أنا كايتي. أوه، سررت بلقائك كايتي. ما اسمك؟ أنا بليبي. لكن ما هذا؟ هذه أشجار دائمة الخضرة. واو، وهذا يعني أن أوراقها تظل خضراء كل السنة. أجل. واو، إنها أشجار مذهلة. لحظة، لدي سؤال، أتعرفين مكاناً يمكنني زراعة النباتات فيه؟ أجل، اتبعني. حسناً. ها قد وصلنا، هذا المكان مثالي للزراعة. واو، مدهش، شكراً جزيلاً. إذن أتعلم الطريقة؟ نعم، أظن أنني أعلم. شكراً. حسناً، إلى اللقاء. وداعاً. رائع، إنني متحمس كثيراً. حسناً، يبدو أن لدينا هنا كل ما نحتاج إليه لزراعة النباتات. ففي هذا الوعاء تربة. واو، وي. وهذه التربة مخلوطة بالأسمدة العضوية. وي. اللعب بالتربة ممتع، وأحب أيضاً إضافة الماء إليه فيصير قوامه طينياً ونستمتع باللعب فيه. لكن اليوم سنزرع النباتات. حسناً، إذا لدينا وعاء صغير. رائع، وبعدها علينا وضع التراب داخل هذا الوعاء الصغير، ثم تليها مرحلة وضع البذور. أوه، ها هي ذي. فالبذور توضع في التراب وتسقى بالماء وتعرض لأشعة الشمس، وبعدها تنمو النباتات. حسناً، لنفعل ذلك الآن. أولاً سألبس القفازات. القفاز الأول، فالقفاز الثاني، لئلا ألوث يدي. هيا لنضعها جانباً. إذن
لنأخذ وعاءً ونملأه بهذه التربة. انتهينا. ملأت الوعاء بثلاث غرفات فقط. حسناً، والآن سنضغط على التربة قليلاً. هكذا، سأضيف إليها مزيداً من التربة. جيد، ما سأفعله بعد ذلك؟ أخذ البذور ثم وضعها في الحفر التي سنحدثها. حسناً، ولهذا سأستعمل يدي. هيا لنحفر. الأولى هنا، والثانية هنا، والثالثة هنا. انتهينا. جيد، والآن انظروا إلى هذه. هذه البذور صغيرة جداً. أترون شدة صغرها؟ رائع! إنه من المحير أن هذه البذور الصغيرة تنمو منها النباتات. انتهيت. الآن سنغلق الحفرة هكذا. بعد أن وضعنا البذور بلطف وتأني، التالي سنسقيها بالماء. واو، رائع! واو أصدقائي، هل تساءلتم ما نوع البذور التي زرعناها؟ أنا لن أخبركم. أمزح، لقد زرعنا بذور الخزامة. أوه، هاي، شاهدوا هذه. عندما تنمو تلك البذور وتكبر، سيصير شكلها كهذه النبتة. فهذه نبتة الخزامة. واو، رائحتها زكية وتؤكل أيضاً. عند حلول فصلي الربيع والصيف، تزهر لتصير نبتة جميلة كهذه. واو، متحمس لرؤيتها. هاي، أحسنتم. الخطوة الثالثة في مغامرتنا تمت. ستمد نبتتنا الكوكب بكثير من الأكسجين لنستنشقه كل يوم. عمل عظيم! إن زراعة النبتة عمل جيد جداً. لكن لحظة، علينا البحث عن نباتات يمكن أن تزرع في الأراضي البرية والتي ستجعل كوكبنا أجمل بكثير. حسناً، لنبحث. أوه، انظروا، كتب على اللافتة منطقة النباتات الأصلية. صحيح، فكل هذه النباتات مناسبة للزراعة في هذا المكان، وذلك لأنها نباتات تنتمي إلى المنطقة التي نحن فيها. واو، هذه النبتة تبدو جذابة. أوه، عثرنا على قطعة الأحجية الأخيرة. هذه صورة الشمس. هذا مذهل، فأشعة الشمس هي العامل الأخير الذي تحتاج إليه كل النباتات كي تنمو وتصير كبيرة. الماء والتربة وأيضاً الشمس. القطعة الأخيرة من أحجية مغامرة الحديقة. رائع! الخطوة الرابعة هي تعلم رعاية النباتات كي تنمو، وذلك بمنحها مساحة كافية لكي تنمو وتتمدد جذورها تحت الأرض، وهذا يساعدها على النمو مع التربة والماء وتعرضها جيداً لأشعة الشمس، فتصير النباتات سعيدة من أجل كوكب سليم وسعيد. سنختار هذه، فهي نبتة مثالية. هذه نبتة سرخس. واو، إنها رائعة. واو واو واو، انظروا إلى هذا. إنهما لوناي المفضلان، زهرة زرقاء وهذه برتقالية تقريبا. واو، أظن أن علي أن آخذهما كلتيهما لأزرعهما. رائع، عمل جيد. في هذا الكوكب ما نبغي ونريد نبت زرع حسن ومفيد. بهواء نحيا وبأعذاب ماء، فهما سر الحياة لكل الأحياء. الشجر متعال في أعلى الجبال، أخضر يبدو في أبهى جمال. هيا نحمي الأشجار كي تعطينا الهواء، حيواناك فلتحفظ بعطف واعتناء. واحموا النبات واحموا كل الغابات، إن حميتم الماء تحموا أصل الحياة. هيا قم معي نحو الإصلاح، الأرض سنحميها يا صاح.
تلاً كبير. ما سنفعله هو نقل كل هذه الأشياء إلى أعلى هذا التل، وبعدها نزرع النباتات. هاي، انظروا إلى الأدوات التي أحضرتها. يب، أحضرت قفازات البستنة. وأحضرت أيضاً هذه المجرفة الكبيرة، وذلك من أجل حفر الحفر لنتمكن من وضع النباتات التي جلبناها من المنبت داخل الحفر. هو نبتة سرخس، هي من نباتات هذه المنطقة، لذا ستنمو جيداً في هذه البيئة. ومجرفة صغيرة. وأيضاً هاتان زهرتان، إنهما جميلتان. ولن أنسى هذه العربة. واو، هاي، وبعض الماء، إنه للسقاية. نزرع النباتات وبعدها نسقيها. وآخر شيء، رائع، الغطاء العضوي. واو، يتألف الغطاء العضوي من قطع اللحاء الصغيرة. أجل، انظر إليه، لحاء وخشب ونباتات، إنه يزود التربة بالعناصر المغذية. أيضاً هو يحافظ على رطوبة التربة فيزيد خصوبتها. حسناً، لننقل النباتات. واو واو واو، شاهدوا هذه، أترون تلك الشجيرة؟ إنها شجيرة جميلة جداً. مرحباً شجيرة، كيف حالك؟ شكراً لأنك هنا. إنها شجرة لكنها لا تزال صغيرة، ولكن انظروا هنا. واو، فعندما تكبر ستصير شجرة كبيرة مثل هذه الأشجار. واو، أنا أحب الأشجار، فهي مهمة لكوكبنا. حسناً، لنكمل الصعود. حسناً، إذن ما علينا فعله أولاً العثور على مكان مناسب لسرخسنا. لننظر، ما رأيكم في هذا؟ حسناً، هيا بنا. الآن ما أفعله هو حفر هذه الحفرة، مساحتها ضعف مساحة وعاء السرخس، لتتمدد جذور النبتة جيداً. أجل، عمل جيد، رائع، حفرة مثالية. حسناً، إذن ولئلا ألوث يدي بالتربة سألبس القفازات، كان علي ارتداؤها من قبل عندما استعملت المجرفة، لكن لا بأس. حسناً، لنكمل، هيا لنأخذ نبتة السرخس. أأنت سعيدة بموطنك الجديد؟ أجل، إذن هيا. حسناً، الآن سأكون حذراً عند إخراجها من الوعاء. أرأيتم؟ لنضعه هناك، بعدها سنضعها بلطف وتأن، ونغمر جذورها بالتربة هكذا. أترون كيف أضع التربة على جوانبها بكل رفق؟ رائع، وأفتت كتل التربة الكبيرة. واو، هذه النبتة ستنمو وتكبر لتصير كبيرة جداً. مذهل، لنضف بعضاً من الغطاء الحيوي. سأضعه هنا، وذلك لأنقله إليها. بعدها سأضعه فوق التربة حول نبتة السرخس بهذه الطريقة. هذا جيد، رائع، واو، هيا لنحضر مزيدا منه. هذا عمل مذهل، أحسنتم، أحب زراعة النباتات. كما قلت، إن زراعة النباتات مهمة لكوكبنا، لذا لنزرع ما استطعنا. هذه البيئة بيئة نبتتنا، ولذلك ستعيش في هذا المكان بسعادة. لحظة، ما الذي تحتاج إليه؟ أجل، هي تحتاج إلى الماء. حسناً، هيا بنا، إذن لنسقها، هيا. لقد انتهيت،
أظن أنه مقدار مناسب، لكن إذا كانت من هذا المكان فإن المطر سيزودها بكثير من الماء ولن نحتاج إلى المجيء كل يوم لسقايتها. لنضع هاتين النبتتين هنا. هكذا سيصير المنظر جميلاً. واو، كيف تبدوان؟ أنا أظن أنهما رائعتان، وحان وقت التقاط الصورة. لدي لعبة ممتعة. أولاً علينا تقليد ثلاثة أشياء: بذرة وساق نبتة وزهرة. هيا إذن لنقلد البذرة. ننكمش لنصير صغاراً. والآن ساق النبتة. أخيراً لنقلد الزهرة. حسناً هيا بنا. أجل، بذرة، ساق، زهرة، بذرة، ساق، زهرة، ساق، بذرة، زهرة. الخطوة الأخيرة في مغامرة الحديقة تمت. منحنا أصدقائنا النباتات، التربة والماء، وأشعة الشمس كي تصير قوية، فنموها مفيد جدا لكوكبنا. أحسنتم عملا. هل استمتعتم بصحبة اليوم؟ رائع! أصدقائي وأنا أيضاً استمتعت بقضاء الوقت معكم. إذن عثرنا على قطع أحجية كثيرة. أوه، أنا أحب الأحاجي، فهي تحمل كثيراً من التحدي. إذن لنرى الآن القطع الأربعة التي عثرنا عليها. القطعة الأولى علمتنا تنظيف البيئة وإعادة الصنع، فإنهما يساعدان النباتات على النمو ويحدان من التلوث، وهما عادتان مفيدتان لكوكبنا. في القطعة الثانية أقلتنا أوسباركي وعلمتنا عن السيارات الكهربائية. أتذكرون؟ إنها تعمل بالكهرباء عوضاً عن الوقود، وهذا جيد للبيئة لأنه يقلل من خطر التلوث ونحصل على سيارات نظيفة. وأما القطعة الثالثة فقد كانت عن البذور الصغيرة. أتذكرون؟ فقد زرعنا كثيرا من النباتات في المنبت، وتعلمنا أن هذه البذور الصغيرة تتحول إلى نباتات ناضجة وأزهار، وتمنح الهواء والأكسجين لكوكبنا. وأما القطعة الرابعة فهي رعاية النباتات وحاجة كوكبنا إلى مزيد من النباتات من أجل موطن جيد للحيوانات، ومزيد من الطعام، ومزيد من الهواء النقي. شكراً للنباتات. حسناً، لدي فكرة. لماذا لا نجمع قطع الأحجية التي عثرنا عليها كلها ونرى كيف تبدو؟ قطعتان، وهذه الثالثة. رائع، لدينا أربع قطع من الأحجية ملصقات معاً. هاي، ما اسم هذا الشكل؟ أجل، إنه دائرة. واو، أصدقائي انظروا ماذا صنعنا. إنها أحجية على شكل كوكب الأرض. هاي، وجميع هذه الأشياء التي رسمت على الأحجية ما هي إلا طرق علينا اتباعها لجعل كوكبنا سعيداً ومعافى. أوه، أنا أحب كوكبنا. أيضاً أحبكم أنتم. أشكركم جداً لأنكم أصدقائي، وشكراً جزيلاً لكم على مساعدتي فليبي على جعل كوكبنا مكاناً أكثر سعادة وعافية. في الغابات أمشي أجري كي أحيا بهواها العطري، هناك وهنا في كل مكان توجد أحياء من شتى الألوان، مع أزهار بالطيب تجود وعلينا بالنفع ستعود. هيا غنوا معي الآن، الأرض نغني
نزرع البذور ونسقيها بالماء بكل سرور. إزالة الأوساخ من كل مكان تبقي لنا البيئة معها دوما في أمان. فلنحافظ على الأرض ونحميها وبالحب والعطاء سوف نسقيها. هيا غنوا معي الآن.